السلام عليكم سعد مرحبا. اذا مدينه برشيد اليوم كتعرف ملعب رياضي جديد قرب من هذا الملعب اللي هو الاسم ديالو فوت بارك برشيد. اييه دونك السلام عليكم مرحبا بكم. دونك اليوم واحد اليوم كبير اللي كيمتاز به مدينه برشيد. اليوم الافتتاح ديال الفضاء ديال فوت بارك برشيد اللي هو كيمتاز بواحد الملاعب اللي هي دوتي بواحد الخاصيه كبيره ديال الغازون اللي هو غازون سينتيتيك دوتي دو كاليتي ديال الفيفا. دونك بالنسبه تكون عندكم فكره على المشروع هو انه كاين ثلاثه تيرانات ديال 5 5 كاين ثلاثه تيرانات ديال 7 7 وايضا كاين تيران كبير ديال 11 11. بالنسبه للاخوان اللي بغاو يجيو يتمرنوا هنايا شنو كيفاش دونك بالنسبه للفضاء كيمتاز ايضا بالفيسيرات بالنسبه للاعبين اللي كيلعبوا وايضا كيمتاز بواحد البوفيت لانه باش الناس اللي كيلعبوا يرتاحوا ديك الساعه مورا الماتش ولا قبل الماتش يجيو يشربوا القهوه ديالهم وهذا ويلعبوا على خاطرهم. حتى الطريق المؤديه يعني عطانا توضيحات على الطريق المؤديه. الطريق دونك بالنسبه للطريق دونك هو بالنسبه المكان ديال الفوت بارك هو في اون فاس بيسين ديال الشاويه اللي هي معروفه في مدينه برشيد. دونك كاين جات في طريق حد سوالم. دونك فوالا بالنسبه للاوقات ديالنا كنبداو من 9 صباحا حتى ل 12 الليل. وهنايا هذا الفوت بارك يعني فيه علمك اكاديمي مدرسه. اييه جات دابا درنا الانطلاقه ديال الاكاديمي من شهر واحد درنا فيها ممتاز تبارك الله بواحد العدد كبير وان شاء الله العام الجاي غادي تكون شي حاجه كبيره ان شاء الله بالنسبه للاكاديمي. ديجا دابا عندنا السي العثماني اللي هو كان كيلعب في المنتخب قديما دونك تبارك الله عليه راه كاين واحد العمل جاد اللي كيدار كاين واحد المؤطرين تبارك الله كبار اللي خدامين دابا كيمتازوا بالوليدات والحمد لله دابا الوليدات دابا كيلعبوا بواحد الفضاء اللي هو سيكوريزي الحمد لله كيلعبوا على خاطرهم الوليدات اللي بارون ديالهم كيجيو كيتسناهم في القهوه كيرتاحوا على خاطرهم يعني كاين واحد الفضاء فهمتي كتحس بالاموسيمون الامان اللي هو كان هذا هو اللي كان لو موك بالنسبه لمدينه برشيد. كنعرفوا العائله ديال زهير عائله رياضيه. اييه اييه دونك حنا راه الحمد لله راه من الصغر حنا في التنس في الكره والحمد لله هذا هو الرياضه راه هذا واجب بالنسبه لنا حيت الرياضه كتمكن انه الانسان سواء صغير سواء كبير كيفرز دوك السلبيات اللي عنده في ديال ديما ديال كل يوم ولهذا الرياضه راه اولا قبل كل شيء كيف كنقول لهم بالنسبه للاكاديمي راه هو احترام اولا يعني الوليدات دابا مثلا فاش كيجيو للاكاديمي كيتعلموا الاحترام اولا يعني وثانيا عاد كيتعلموا الكره حيت كاين مثلا حنا كنلاحظوا مثلا الوليدات فاش كيجيو للاكاديمي بعض المرات كنلقاو مثلا بعض المرات كيجيو والديهم كيقول لك حنا راه وليدي مثلا ما كيسمعش لينا ولكن فاش الكوتش كيدوي معاه كتلقاه كيسمع ليه يعني داك هنا فين كتدخل الدور ديال الاكاديمي كيدخل الدور ديال الاحترام اولا ومن بعد كيتعلموا تبارك الله الكره وكنساعدوهم حتى كنشوفوا معاهم لي بوان نيجاتيف وكنحسنوا لهم في بوان بوزيتيف والحمد لله كيكون العمل كيعطي نتيجه. خليك كلمه القلب بور تيرمينا. دونك هذا بالنسبه لهذا اليوم 9 مارس كنرحبوا بكم كاملين دونك ابتداء اليوم مرحبا بكم فوقاش ما بغيتوا حنا راه تبارك الله كاين واحد الطاقم كبير اللي هو متواجد هنايا دونك مرحبا بكم. كاين التيرانات ديال كيف نقول لكم التيرانات ديال 5 5 ديال 7 7 ودير 11 11 دونك مرحبا بكم وحنا في الخدمه ديالكم.